بس ايه الشياكه دي كلها؟ حلوه الحمد لله، مع اني كنت مستغرب نفسي قوي، بس في البيت قالوا لي حلو. ليه؟ مش انا قلت لك ان الستايل ده هيليق عليك يا ستي؟ ربنا يبارك لك. المهم ده نصيبك الشهر ده يا استاذ، وانا خدت زيه. هي العروسه بتكسب قوي كده؟ طب على كده بقى انا هقفل الشركه وتاجر في العرايس. يا ستي بسم الله ما شاء الله، ما يحسد المال لاصحابه، وده خيرك برضه. لا ومجهودك، انت بتتعب جدا وما بتنامش، يعني بتسوق لي وكمان بتتابع الشغل ده. بصراحه اي حد مكانك مش هيشتغل سواء عند حد. طب وانت اي حد برضه؟ انت عارفه لو انا باخد 1,000,000 جنيه هشتغل لك سواء برضه. ده انت وش الخير وطاقه القدر اللي اتفتحت على ايدك ليه.